كتاب اليوم طلع السلسلة العامة وكان ربما تصدر مرات أكتر من شهر، يعني كان مرات يصدر في الشهر أكتر من كتاب بس في السلسلة العامة. في أوائل الثمانينات تقرر إصدار الكتاب الطبي أو السلسلة الطبية. أظن إحنا لما نطمح النهاردة بعد 63 سنة إنه أقدام كتاب اليوم تبقى أكثر رسوخاً وإصداراته تبقى أكثر تأثيراً واتساعاً، أعتقد إن ده طموح مشروع جداً. بالفعل في كتير من الأفكار في فكرة متعلقة بإنه يبقى في سلسلة إبداعية، وبالفعل في مجموعة من النصوص إما إن أنا يعني بسهر على قراءتها بنفسي أو بأتمن بعض الزملاء أصحاب الرؤية النقدية المحترمة والضمير المهني إن هم يقرأوا هذه النصوص ويقيموها. في برضو أفكار من قبيل إن احنا السلسلة الإبداعية دي تبقى بتقدم مش أسماء معروفة ولكن مواهب جديدة وشابة، وده يمكن يفتح أفق للتعاون مع الإصدارات الشقيقة في المؤسسة. أيضا في فكرة إنه يبقى في أعداد خاصة مرتبطة بمناسبة أو حدث، ومش بالضرورة أربطها بالسياق المعتاد في السلاسل بتاعتنا. في فكرة أيضا إن احنا نطور السلسلة الطبية وتبقى سلسلة علمية والطب أحد فروعها، يعني نتكلم عن الجديد في العلم بشكل عام، عن التكنولوجيا، عن العلوم الحديثة، عن علوم الكمبيوتر، عن اللي هي الأمور اللي بقت بتلقى نوع من الشغف عند كتير من القارئ اللي أنا بستهدفه. يعني الحقيقة احنا بنفكر بروح دار النشر أو هكذا، نحاول أن تتلبسنا هذه الروح. عدد شهر نوفمبر. أستاذ طرعب عزيز، عايزين نعرف من حضرتك إيه الخطوات الفنية لإخراج غلاف كتاب اليوم الطبي والثقافي. الكتاب بداية فكرة الكتاب بيتعرض على رئيس التحرير الأستاذ علاء عبد الوهاب، بيتعرض عليه أكتر من كتاب، بيبقى مثلا مرشح كتاب هيطلع في شهر 11 في شهر أكتوبر. يعني على سبيل المثال كان في شهر أكتوبر كان في كتاب للكاتب الراحل موسى صبري عن وثائق حرب أكتوبر. الكتاب ده نزل في شهر أكتوبر بمناسبة انتصار أكتوبر. في مثلا على سبيل المثال ممكن نلاقي طابعة تانية من كتاب البابا شنودة مثلا في معاد وفاته أو في عيد الإخوة المسيحيين. بيجي لي جزء من الكتاب بقراه عشان ابتدي اكون فكره، عشان ابتدي اعمل تصور للغلاف. على سبيل المثال كتاب زي نيل الواحات ده اللي لسه صادر النهارده، الكتاب ده يعتبر عدد شهر نوفمبر. احنا بنطلع كتابين في الشهر، كتاب ثقافي وكتاب طب. الكتاب الثقافي بيصدر مثلا اول نوفمبر، والكتاب الطبي يصدر في نص نوفمبر. وفي احيانا بتصدر اعداد خاصه، يعني ممكن نلاقي كتاب عن المونديال ده بيصدر بجانب الكتاب الطبي والكتاب الثقافي، يعني ليس له ايه معاد. ممكن نلاقي فجاه كتاب مثلا بمناسبه شهر رمضان عن الصيام واحكام الصيام. يعني اذا احنا مرتبطين بكتابين في الشهر، بجانب ان احنا ممكن نلاقي كتاب بيطلع عدد خاص بمناسبة ما مثلا زي المونديال أو شهر راحل. اللي بيمر بيها بقى طباعة الكتاب، يعني بتبتدوا من إمتى؟ هو احنا عندنا جوه الإصدار حاجة اسمها لجنة نشر وقراية. المادة بتجيلنا مثلا في الشكل ده، يعني ده كتاب نيل الواحات، ده الأستاذ دكتور قسم الجغرافيا في جامعة طنطا بيجيب لنا المادة بالشكل ده، بنختار احنا العنوان، لو العنوان مش عاجبنا بنجدد العنوان، بنعمل له الغلاف اللي هو الغلاف ده، بنصمم له الغلاف،
بعد كده بنعمل بيتقري الكتاب، احنا شغالين على عدد صفحات معين وملازم معينة، ما يتعداش المتن بتاع الكتاب 160 صفحة عشان التكلفة، لان احنا عندنا السعر تقريبا شبه رمزي مقارنة باسعار الكتب بره. يعني الكتاب ده بره قد ايه؟ اقل حاجة 15 جنيه، يعني هنا بنعمله ب 8 جنيه، فمحكومين بعدد ملازم معينة عشان ايه؟ تمام، عشان نغطي التكلفة تكلفة مقايسة الطلب.